هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه بالرفاع مساء اليوم عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة الذين رفعوا لسموه التهاني بمناسبة زواج سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، متمنين لسعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة حياة زوجية ملؤها السعادة. كما استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الوفود الخليجية المهنئة بزواج سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، حيث استقبل سموه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدمهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ووفد دولة الكويت الشقيقة يتقدمهم الشيخ العيج فهد الصباح والشيخ طلال مشعل الصباح. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للوفود الخليجية المهنئة على مشاعرهم الطيبة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط دولهم مع مملكة البحرين. Yeah.
يا